هذه قصة الشعب الذي قهر المستحيل، من ركام بيوته يبني مستقبله ويصنع جيلا قادرا على أن يقول للعالم بأسره إن هذه أرضه منذ الأزل وسيبقى فيها لأنه يستحقها ويعمرها. قصة يرويها الإحصاء الفلسطيني بأرقامه كحقيقة يكشفها التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 الذي يعتبر الأول من نوعه، ينفذ بواسطة الأجهزة الإلكترونية اللوحية التابلت. اليوم يسطر أصحاب الأرض قصتهم من حقائق وأرقام تخلد في سجلات الزمن عن أبنائها الذين يبنون ويذللون الصعاب ويقفون في وجه الألم ويزرعون الأمل بغد أفضل. الإحصاء الفلسطيني وثق بالتعداد الذي انتهى في آخر يوم من عام 2017 فصلاً آخر من فصول قصة بقاء أصحاب الأرض، وجسد شكلاً من أشكال سيادة الدولة على الأرض المحتلة عام 67، وأضاف إلى أرصدة استحقاقاتها وحقق التزاماً تطبقه الدول كل 10 سنوات على الأقل، وليكون هذا التعداد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها في الوطن بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لم يكن التعداد العام لعام 2017 بحاجة إلى شيء لتنفيذه إلا إلى قرار بالمضي قدما وإيمان حكومي ترجم بالمساهمة في ربع التكلفة ومعاونة من جميع القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية والمؤسسات التعليمية والبحثية والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الدولية ووجهاء العشائر والعائلات. وقبل كل ذلك إرادة فولاذية صلبة لسواعد من يصنعون بالتعداد مستقبلهم. 11,000 شاب وشابة آمنوا بقدسية ما سينجزون، تلقوا خبرات من رسموا الطريق وكتبوا على مدى عقدين من الزمن فصلين سابقين من فصول التعداد. وبعد 3 سنوات من الإعداد والتحضير الحثيث لثلاث مراحل من حزم ثم ترقيم فعد، بدأ العمل لتوثيق واقع كل من يسكن هذه الأرض ويقيم فيها، من يبتلعهم الزحام أو تضنيهم سنوات اللجوء، ومن نأوا بعيدا حتى كادوا أن ينسوا. كل ما يتعلق بواقعهم، صحتهم، مرضهم، تعليمهم، عملهم، دونته تلك الأيدي الأمينة على ألواح إلكترونية تضمن سرية كل ما يبدون به. رافق العمل منذ بدايته حملة إعلامية تصاعدت وتيرتها حسب مراحل العمل بالتعداد، اشتركت بها كافة المؤسسات والجهات الإعلامية وغير الإعلامية. عملت الكوادر والقيادات الشابة المدربة في مرحلة العد كخلية نحل لا تتوقف على مدار أيام الأسبوع، ليلاً نهاراً، في واقع له محاذير ومخاوف وعقبات وتحديات لها خصوصية منقطعة النظير لأرض ترزح تحت احتلال. هنا في القدس تجمعات سكانية قسمها جدار عنصري وحول الحياة فيها إلى واقعين مختلفين. استطاعت فرق التعداد رغم كل ذلك تدوين كل ما فيهما من تفاصيل. وفي مكان آخر غير بعيد حواجز وإجراءات صارمة، لكنها لم تحل دون الوصول إلى من يسكنون وراءها. والوضع مشابه هنا على المناطق الحدودية لقطاع غزة، حيث لا يسلم كل من يتحرك من أي رصاص
قد يطلق في أي لحظة. الحال في مدينة خليل الرحمن لا يشبه أي مكان آخر، شوارع لا يمكن السير فيها، فهنا عيون وعتاد وسلاح يرقب ويهدد كل من يقترب، ومساكن ومنشآت أخذت عنوة وأصبغت واقعا معقدا يكاد أن يكون توثيقه مستحيلا، لكنه لم يكن صعبا على من لم يبرح البلدة حتى دخلوها بيتا بيتا ووثقوا واقع أهلها وأزقتها وحاراتها. القصة الفريدة لا تنتهي في القدس والخليل، فقرب ثالث المدن المقدسة حيث ولد المسيح عليه السلام، أحصى فريق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 القرية التي يسكنها 3 أفراد فقط، قرية شوشحلة التي حاول بناة المستوطنات وشاقوا الطرق حولها على مدى عقود إسقاطها من التاريخ والجغرافيا باغتصاب أرضها وتشريد سكانها، وكان لسكانها 3 نصيب من تعداد عام 2017. في مسحة سلفيت منزل هاني عامر الذي أمسى في وسط مستوطنة الكاد يحيط به الجدار من 3 جهات، ومن الرابعة بوابة لا تفتح لزواره إلا بتنسيق مسبق. يكن للقصة أن تكتمل دون أن يكون هناك نصيب لمن عاشوا في مخيمات اللجوء منذ أكثر من 60 عاما، لمن تقاسموا الخيام والجدران التي حلت محلها على مدى سنوات. كل هذه الأرقام والأعداد والحقائق التي جمعت باحتراف عن واقع معيشي معقد وفي ظروف استثنائية لبضعة ملايين من البشر، ربطت بنظم معلومات جغرافية وحللت وصنفت في نتائج تعلن اليوم، ليس كوثيقة شاهدة على هذه المرحلة وحسب، بل هي كنز معلومات عن فلسطين التي طالما نظر إليها البعض على أنها مستحيلة، لكن الأمل يتجسد ليبرهن للمشككين أنها حقيقة حتى لو بلغة الأرقام الشاهدة على الحلم. فأصحاب الأرض الذين فتحوا أبواب بيوتهم وخيامهم للتعداد بكل حب وصدور رحبة يرنون إلى أن يبني صناع القرار على نتائجه كل ما يحقق لهم شروط البقاء. فالقصة بالنسبة إليهم هي في الأساس قصة بقاء.